لقاء ولقاءات، لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع، لقاء ولقاءات. إعداد وتقديم فيصل الجسمي. مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحية لكل من يستمع إلينا أينما كان على أمواج راديو إذاعة تونس الثقافية في لقاء ولقاءات. هذا المساء، هذا الأسبوع، سنتحدث عن كيف نقاوم وباء الكورونا بالثقافة والإبداع. الفريق العامل معنا هذا المساء سلوى الحشيش على جهاز التقنية صدى البث الرقمي، أما المزدحكة كل أسبوع فيصل الجسمي. سيحضر معنا هذا المساء رئيس قسم التاريخ كلية الأداب الدكتور عبد المجيد جمل. كذلك سيحضر معنا المؤلف والمخرج المسرحي ومدير مركز فنون درامية بصفاقس الأستاذ حاتم الحشيشة. وستحضر معنا كذلك الناشطة في المجتمع المدني المربية الأستاذة درة المزغني. أولى هدايانا هذا المساء في لقاء ولقاءات ميادة بسيريس. Yeah.
ولقاءات. مرحبا بالجميع في لقاء ولقاءات. كما ذكرت أكثر من ضيف هذا المساء وأكثر من لقاء، نرحب بضيوفنا الدكتور الأستاذ عبد المجيد الجمل رئيس قسم التاريخ كلية الأداب بصفاقس. مرحبا ومساء الخير أستاذ. مرحبا في فيصل، مرحبا بمستمعي الإذاعة الثقافية. كذلك أرحب يا الأستاذ حاتم الحشيشة المؤلف والمخرج المسرحي ومدير مركز فنون درامية بصفاقس. مرحبا أستاذ حاتم. مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية. كذلك أرحب يا الأستاذ درة المزغني الناشطة في المجتمع المدني وكذلك المربية الفاضلة. مساء الخير أستاذ درة. مساء الفل أستاذ فيصل، مساء الخير لإذاعة تونس الثقافية ولكافة مستمعيها. ابدا مع الدكتور الباحث استاذ عبد المجيد الجمل، هذا الوباء وباء الكورونا كيف نقاوم بالثقافه؟ في البدايه سي فيصل اريد ان اشير حتى بصفه برقيه الى كون الاوباء ظاهره تاريخيه عرفتها البلاد التاريخيه عبر عده عصور، ليست جديده بل هي ظاهره قديمه، لكن مع تطور الطب الى اخره ربما في السنوات الفارطه معناها هو العشر سنوات انخفضت عدتها. هنا ما ظلوا بمكان الاشاره لكون مثلا تونس عرفت عده اوبئه مثال طاعون 1784 1785 دونك الطاعون كذلك 1785 ثم طاعون ايضا 1780 كوليرا 1856 دونك كل هذه وكانت هناك ضحايا كثر. نعم إذن تلك الأزمنة كانت هناك ضحايا كثر، مثلا على سبيل المثال طاعون 1783 وصل تونس من الخارج عن طريق ليبيا وعن طريق مصر وكذلك عن طريق الحج، وصل عدد الوفيات إلى 90 حالة وفاة في اليوم، وارتفعت في أوج الأزمة إلى 300 حالة في سوسة والمنستير، وأعلنت البعثة الدبلوماسية عن معناها خروجها من تونس، دونك وصلت إلى أعداد متزايدة كبيرا في تلك الفترة، يعني 1784-85 تقريبا ثلث سكان البلاد التونسية حسب ابن بالضياف معناها خسرتها البلاد نتيجة هذا الطاعون. نفس الشيء بالنسبة لطاعون 1856 جاء انطلاقا من طرابلس في صيف 1856 ليجتاح جزيرة جربة ثم منطقة الساحل ثم ليصل إلى العاصمة. في الواقع هنا حتى من الضرورة التذكير أن الطرق التي وقع استعمالها في تلك الفترة كيف كانت رد فعل التونسيين. مثلا أعطيكم على سبيل المثال حمودة باشا، حمودة باشا الحسيني الذي حكم بين 1708 و 1814 والذي حدث في عهده وباء، إذن لجأ إلى الحجر وكانوا يسموه الكرانتينة إلى الحجر الصحي، الحجر الصحي، وكانت كل السفن الآتية من الخارج يقع حجرهم لمدة 40 يوما. مثلا في تونس العاصمة كان الحجر يقع بمنطقة في الكرنتينة في البحيرة قرب حلق الواد، وكان أيضا الحجر يقع في جزيرة زمرة وخاصة بالنسبة للحجاج مدة 40 يوما. بالنسبة للأعيان، أعيان البلاد التونسية تلك الفترة كان الحجر يقع بالقصور وكذلك البعيدة عن العاصمة أو عن المدن مثل صفاقس إلى آخره. دونك إذا هذا جزء من ردود الفعل التونسيين، ردود الفعل التونسيين، وبالتالي الحجر كان
جزء من السياسة التي تم اتباعها لمواجهة الأوبئة. لكن أيضا هناك أيضا طرق معناها استعمال أعشاب المتنوعة في تلك الفترة، مثلا في أزمة 1856 1780 كلها معناها طرق كانت متداولة مثل ما يقع اليوم. اليوم نلاحظوا انتشار أفكار مثل فكرة استعمال البصل، استعمال الثوم حشاكم، يعني كلها منتشرة واعتبروها أنها تقوي الحصانة إلى آخره. دونك هذه الطرق متداولة قديما، لأن في كل أوبئة عادة خاصة عندما تجد معناها الدواء تقع الأخوير والطرق المتعددة للمواجهة. هنا حتى نربط بين الثقافي والثقافي، في الواقع هو الثقافي مهم ومهم جدا في مواجهة الأزمات. لماذا؟ لأن الثقافي في مواجهة الأزمات مثل أزمة الأوبئة لابد أن تكون للتونسي ثقافة الالتزام وكذلك تطبيق القانون، وهذا الغاية حتى اليوم. دونك التونسيون حتى أثناء الأزمات الكبرى كانوا الكثير منهم لا يلتزم، وهذاك علاش في مثلا يعني أزمة 84-85 وصلنا في 300 حالة في اليوم، حالة وفاة. كذلك هناك لابد أيضا من نشر الفكر العقلاني لمواجهة الأزمات. علاش؟ يعني مثلا أعطيكم على سبيل المثال الشيخ محمد المناع التونسي، معناها في مواجهة أزمة أحد الأوبئة في القرن 19 قال حرم الكرنتين، حرم الحجر. نعم. ويقول بكون هذا قرار، هذا قضاء من الله، والحجر أو الكرنتين يعني عدم القبول بقرار الله. دونك اليوم حتى الثقافة التقليدية المتداولة واللي اليوم نشوفوها اليوم حتى حاليا عند التونسيين يقول لك قضاء وقدر. قضاء وقدر لا، يعني يجب أن نفهم أنه كلما وفرنا الظروف الملائمة حتى نحمي أنفسنا. الله يقول لا ترموا بأنفسكم التهلكة. يعني اليوم هالثقافة هذه التقليدية التي دائما تؤكد على القضاء والقدر بطريقة نجم نقول تقليدية جدا، إذن هذه تساهم أيضا في انتشار الأوبئة. واليوم اللي لاحظوه سي فيصل وكل المستمعين أن التونسيين بكل صراحة معناها غير ملتزمين. أنا مثلا اليوم مثلا كأستاذ في الجامعة نشوف الطلبة جزء كبير منهم عندما دخل لهم فيه كمن حولهم وقولهم أبدا بعضكم يجب تطبيق الحجر. علاش؟ لأنهم كل صراحة يعني عدم استقرار كبير عفوا بالوباء وبخطورته. دونك هذا عبر التاريخ كان دائما موجودا، ومعناها الثقافة هي التي تسلح الناس بمعناها طرق المقاومة. لكن أيضا من وسائل طرق المقاومة أيضا الثقافة أيضا، لأنه الحجر وكذلك معناها أثناء الأزمة أثناء الأزمات يكثر الضغط النفسي وتكثر الأمراض النفسية، ولمواجهتها لابد أن تكون هناك ثقافة، لابد أن تكون هناك شعر، لابد أن الثقافة لن تنشر معناها تعيد الأمل من جديد وتبعث التفاؤل في الناس. وهذاك علاش اليوم سي فيصل حتى قرار اليوم غلق يعني كل الفضاءات الثقافية معناها أنا أعتبره خاطئا. علاش؟ لأنه يجب أن نتعامل مع الثقافة ودور الثقافة كأماكن لمواجهة الكورونا، ليس الغلق. يمكن التعامل معها بطريقة أخرى، يعني التخفيف من العدد إلى آخره، لكن أيضا يجب أن تساهم دور الثقافة في نشر الأمل من جديد والابتعاد عن الأزمات. لأنه معناها في الأزمات الكبرى يكثر معناها قلة الضغط النفسي وتكثر أيضا ردود الفعل العنيفة والعنف، العنف حتى داخل المنازل. نعم، ناخذ رأي مدير مركز فنون الدرامية بصفاقس الفنان المخرج المسرحي والمؤلف حاتم الحشيشة. في الحقيقة ما نعيش اليوم هو نتيجة لتهميش الثقافة، نتيجة لأن الثقافة ديما عندها الدور الثانوي من بداية الاستقلال باستثناء بعض الفترات في البداية ببناء الدولة. نعم. ثم أصبحت فيما بعد بروباغندا والتمجيد للنظام الحاكم، وبعد وليت ببعض من عليه استغلال الترفيه
ولإبعاد الناس على المشاكل الحقيقية وكل، وكان ثم توظيف للثقافة بشكل سيء. هذاك علاش الثقافة اليوم مش موجودة لا في المدارس لا في المعاهد، لأنه ما تتكونتش عند الناس الثقافة اللي نشوفوه اليوم، السلوكات الناس أو نشوفوا الناس ما تتجمش تلاف، لأنك أنت ما خليتش مشروع ثقافي، ما خليتش مشروع بناء مواطن. الفرق بين مثلا التصرف الغربي الدول المتقدمة وإحنا هو نتيجة على هذا، لأنه هو الطفل الغربي أو الطفل المجتمعات المتقدمة تربى على الموسيقى، تربى على المسرح، تربى على الرسم، تربى على النظام في الصف، تربى على التثقيف الصحي، على هذه الكل تفقد اليوم. معناتها عادي جدا أنك تشوف اليوم الناس تتصرف بالطريقة هذه، وما زلنا مواصلين، لأنه اليوم الأسوأ أنه ما نحضروش حتى وزير الثقافة في اللجنة المشي مثلا تقرر، نقولوا احنا حجر صحي، ولا تقرر ما نعرفش انا القرارات اللي تاخذت التو من بينها مثلا اغلاق المؤسسات الثقافية، اغلاق معنات العروض خاصة والتظاهرات ككل، والتظاهرات امام وجود مثلا المدارس محلولة، المعاهد محلولة، الجامعات محلولة، الحافلات مكتظة، الاسواق مكتظة. ما راوح صحيح فما قانون، لكن كنت تحوس في القهاوي اليوم وتحوس في برشا بلايص، ما فما حتى شيء يدل على انه، في حين انه العكس تماما. ما انت بالنسبه لدور الثقافه، واحنا اشتغلنا حتى بعد الكورونا عديد التطورات، مع حتى حاله لا وقعت في تونس، لانه فما التزام كبير، فما حتى الناس ماشي تجيك، وفما قياس الحراره، فما اعتمدنا على كل شيء تقريبا، ومنا عروض والناس. الحاجه المهمه برشا انه هيك الشغف اللي جاب به العباد، نعم، التطهير اللي وقع للناس، لانه الناس عاشت الستريس، عاشت الضغط، عاشت يوميا على وقع الاخبار، لانه حتى الاخبار هذه راهي مش شويه، معناتها فما توجيه للراي العام كامل. معناتها الناس اليوم ولا ترسم وتتعب في الارقام نتاع الاصابات فقط، هذا اليوم اليومي هذه خطير ياسر، خاصه على الاطفال اللي نسينا صغارنا اليوم، الصغير ما عايشينه في رعب، ما عايشينه في كابوس، فما شكون حابسين صغاره ما يمشوش يقراوا، ما يمشوش كذا. دونك فما حكاية راهي هذه نتيجة هالتهميش الثقافة في الدول في تونس وحتى في بعض الدول الأخرى. اليوم أنا نتأسف البارح نشوف مهرجان الجونة في مصر، نعم، حضور كبير، ولم تلغي مصر مهرجاناتها وملتقياتها رغم أن وضعيتها أسوأ منها فعلا. في الأخرى احنا إلى اليوم قد وصلنا مثلا ألف حالة، فما دول عملتها في يوم ولم تلغي شيء. نعم، أنت تحدثت عن الأطفال وعلى الطفولة، أسأل الأستاذ درة المزغني المربية، دور الأسرة ودور الإطار التربوي في هذه المحنة، محنة وجائحة الكورونا؟ شكرا أستاذ فيصل، وشكرا لضيوفك، شكرا. إذا في البداية نحب ندعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء، يحفظ الجميع إن شاء الله، ربي يحفظنا. مع سي حاتم أنه بالحق فعلا منع الأنشطة الثقافية ويؤثر سلبا على الطفل. نشوف احنا الثقافه والفن والشعر وبطبيعه هو غذاء روح للطفل، انت كيف تمنع اي نشاط؟ تصور انت في المعاهد ولا في المدارس، المندوبيات الثقافيه التربويه منعت اي نشاط ما عدا النادي الصحه. يعني تصور لو هناك مجال لنادي المطالعه، انت في تمريرك للقصه، في دعوه الاطفال للمطالعه، للنشاط ستمرر قيم سواء كان في المجال الصحي، في المجال الأخلاقي. فأمام هذا الضغوطات النفسية اللي تعيشها الأم والأب والجد والخال والكل، يؤثر سلبا على الطفل. فالطفل يعني منعه من أنشطة ثقافية سواء كان من يعني من الدولة، ومنع من الأم أنه يخرج، أنه سيبقى الطفل، يعني أنا طفل عن هذه، يعني هو خطاب سأمرره عن طريق طفل يقول يا نيستي نحب نخرج، ماما تقول لي لا، نحب نمشي نمارس الموسيقى، جدي يقول لي لا، نجي للمدرسة نحب نجي نلعب سبور، المعلم يقول لي لا ما تشتش الكرة. يعني شوف انت هالتشنج وهالتوتر النفسي اللي عايش الطفل نتيجة كله، يعني منعه من ممارسة أي نشاط ثقافي. بالعكس النشاط الثقافي هو يمكن الطفل من ثقل موهبته، تخفف عنده هيك الضغط النفسي، وتبعده على العنف على العدوانية، تخلي إنسان متزن واستيعاب الدروس والتعلم أكيد يكون عنده قابلية كبيرة للتعلم. الطفل معروف بالحركة، بالحركية،
الطفل معروف بالحركية، ما تجيبش تمنعه، معروف بالحركية بالإبداع بالخلق. كي تقول له راهو النوادي ممنوعة، الملتقيات يعني الأمسيات الثقافية راهي ممنوعة، ما يجيبش يستوعب كما يستوعب الكهل يستوعب. لكن في كل الحالات راهي الثقافة هي غذاء، غذاء للروح لك الطفل، والشعر القصة يعني تخليه إنسان متزن. علاش احنا يعني حتى قلنا توا في الشارع ثم المقاهي ثم المغازيات ويمشي مع أبوه وأمه للمغازة يمشي، لكن إنك تمنع أنشطة ثقافية في المدارس ولا في المعاز ولا تمنع تظاهرة، معناه هذا يأثر سلبا أكيد على نفسية الطفل. بعد هذا الحديث عن المقاومة، مقاومة الكورونا بالعلم بالثقافة، نستمع إلى أغنية من أغاني التي كتبها الشاعر المبدع آدم فتحي وغناها لطفي بوشناق. أصعب علمني وإيدك في دي خليك معايا يا سيدي، علمني وإيدك في دي خليك معايا يا سيدي. جناح الأيام يطير بيا وبيك في كل أصحاب يسألني عليك، جناح الأيام يطير بيا وبيك في كل أصحاب يسألني عليك. نتمنى نرجع لأصحابي وقصني وكراسي وكتابي والدنيا تغني على بابي وانا خالي البال صغري موال. علمني 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 سيدي، علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي، علمني 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 سيدي علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي. علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك، علمني نرد جميلك على صبرك وسهر ليلك. مهما نور قنديلي انا نوري من
قنديلك، مهما نور قنديلي انا نوري من قنديلك. علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي، علمني وايدك في ايدي خليك معايا يا سيدي. وانا خالي البال صغري موال، علمني 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 زيدي، علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي، علمني 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 علمني. علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي، علمني 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 علمني. لقاء ولقاءات. نعود إلى لقاء ولقاءات مع ضيوفنا الكرام، الدكتور عبد المجيد الجمل رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بصفاقس، الأستاذ حاتم الحشيشة مدير مركز فنون درامية بصفاقس، والأستاذ درة مسغني. الدكتور عبد المجيد الجمل، بعد استمعت إلى آراء الأستاذ حاتم الحشيشة والأستاذ درة مسغني، أهمية الثقافة في خاصة نعيش في عصر متطور جدا مختلف عن العصر عصور الأوبئة التي مرت على البشرية، كيف برأيك ننقذ الإنسان من هذا الوباء، من هذه الجائحة؟ بالفعل الثقافة اليوم كما كان لها سابقا اليوم لها دور مهم. علاش؟ لأنه اليوم على المستوى الثقافي نحن نعيش أزمة، نعيش أزمة كما ذكر بعض يعني أزمة قديمة. نعم نعم، إذا أزمة قديمة لكن حتى اليوم نحن نعيشها، لأنه مثلا الثقافة ليست فقط معناها الموسيقى وال يعني المسرح إلى آخره، الثقافة لها بعد معناها أشمل وأعمق. نعم. اليوم التلميذ في المدرسة يتعلم الثقافة، يتعلم ثقافة الالتزام، يتعلم تطبيق القانون، هذه ثقافة. اليوم نحن في حاجة إلى ذلك، اليوم نحن في حاجة إلى أن الشعب متاعنا يصبح يوقف الصف، يحترم الصف، وهذا يبدأ من المدرسة، يبدأ من الروضة. دونك احنا اليوم في الأزمة هذه نواجهها معناها بثقافة جديدة، ثقافة نحترم رأي العلماء. رأي العلماء اليوم، العلماء يقولون الحجر ضروري، معناها اليوم العلماء يقولون الابتعاد وضرورة معناها التوقي إلى آخره، الوقاية ضرورية حتى في ديننا في كل المجالات، الوقاية مهمة مهمة جدا. إذا ثقافة الوقاية، ثقافة تطبيق القانون، إذا هذه الثقافة نحن في حاجة أكيد اليوم إليها. الطالب يجب عندما يدخل إلى القاعة يجب أن يحترم معناها التباعد، وعندما لا يتوفر التباعد أو ظروف التباعد فيجب عليه أن يفرضه، أن يناضل من أجله، أن يناضل من أجل ظروف فيها التباعد. يجب في المدرسة الابتدائية، في المعهد الثانوي، يجب على الجميع أن يكون مثال. لكن اليوم ما نلاحظه كما ذكر البعض بالفعل هو مأساة. اليوم تدخل للمقاهي تلقاها معناها لا تباعد، لا تطبيق قانون، يعني في عالم آخر. دونك هذاك علاش اليوم الوضع معناها الصحي اليوم راه خطير، وخطير جدا. احنا فتنا 1000 حالة. نعم. والأكثر من ذلك، مثلا أمس صفاقس 7 حالات من الموتى، والعدد سيزيد. علاش؟ لأنه قلت مثلا الأزمة تتفاقم. نعم نعم بالضبط، الأزمة تتفاقم والأزمة خطيرة، وليس كما يستسهلها البعض. اليوم الأعداد له وقت نشوفه مثلا 100 يعني تيست، يعني تقريبا نصفهم معناها يحملون الفيروس. دونك الوضع خطير، ولكن علاش اليوم احنا دولة فقيرة؟ احنا وضع مستشفياتنا خطير، وضع مش قادر على استيعاب معناها الاعداد المتزايدة من المرضى ومن الذين تمت يعني عندهم يحملوا الفيروس،
وبالتالي ما عندناش حل الا الوقايه ومزيد من الوقايه، الا ثقافه الوقايه ومزيد من ثقافه الوقايه. دونك مع هذاك علاش اليوم الثقافه بالفعل، اليوم الثقافه يجب يحتل المرتبه الاولى، يحتل المرتبه الاولى معناها في الحمايه من كورونا. نعم. علاش يقول؟ لانه الثقافي يجب ان نفهم ان يوم تطبيق القانون ماهوش خوف، تطبيق القانون هو وقايه، هو حمايه لانفسنا. انا اليوم كيف ما نسلمش على واحد راهو مش ما نحترموش، بالعكس انا نحترمه، لكن ربما انا احمل الفيروس وهذاك علاش انا ما نسلمش عليه، هذاك خوفا علي وخوفا على نفسي. نعم. دونك اليوم احنا كيف نحمل الثقافه الجديده، الثقافه يعني اتقطع مع انه مش تقليديه في ثقافه الازمات. دونك هذايا ينجم يربحنا الكثير من الاشياء، يربحنا ايضا القدره على المقاومه والقدره على الصمود في هذه الازمات. اليوم الشعوب ما تكونش ديسيبليني، ما عندهاش ثقافه ديسيبلين، ما عندهاش الانضباط. نعم نعم، اذا الالتزام وكذا الى اخره، فانها تعاني اكثر من غيرها. اليوم كل صراحه كل الناس كل التوقعات لم تكن تتصور ان تصل تونس اليوم ل 1300، وفي الواقع راه الرقم ارفع. وفي البدايه اعطينا مثال جيد ان تونس من الدول التي التزمت بالطرق الوقايه والاشهر الاولى مرت بسلام اعتقد. نعم، اذا الاشهر الاولى مرت بسلام لا لان كنا ملتزمين. ثم الدوله فرضت الحجر الصحي وفرضت خاصه عدم معناها تطبيق القانون على كل من ياتي من الخارج، على كل من ياتي من الخارج ووضعه في الحجر، وكان هذا القرار صائبا ومهما، ونجم نقول انقذنا من الموجه الاولى. لكن بعد ذلك هناك قرارات اتخذت للاسف الشديد، من بينها فتح البلاد، وليس فتح البلاد فقط، بل هناك بعض الدول كانت تاتي، وهذا قرار اعلنته امس الاستاذه بن عليا، انه ثم ناس لم تلتزم من دول اخرى وخاصه من دول اوروبيه بان يستظهروا بانهم عملوا تيست وبانه انهم لا يحملون الفيروس. نعم. وذاك كان له تأثيرات سلبية وسلبية جدا. أستاذ حاتم، من في الأشهر الأولى قمت بتظاهرة المسرح لنا، وكانت تجربة متميزة نجحت، وكانت حضور فرق مسرحية من مختلف أنحاء الجمهورية في مدينة صفاقس، وكانت هناك حياة ثقافية بأتم معنى الكلمة، كان هناك نجاح تحدي لهذا الوباء. هو في الحقيقة معناتها احنا كانت رفعنا تحدي أنه ندخلوا كثقافة كاليوم. نعم. كمسرح نقدموا خطابنا اللي يلزمنا نقدموه، ويحاولوا أنه نخفوا على الناس، ويحاولوا أنه الناس نعيشوهم في أجواء أخرى. هذاك علاش كان الاختيار على تظاهرة لنا المسرح، واخترنا. نعم. العنوان لنا المسرح حتى لا تقتلنا الحقيقة، إذا كان نقولوا لنا الفن على فعلا. نعم. على لنا الفن. نعم. واللي اكتشفناه أنه فما شوق كبير من الجمهور، كان أقبال باهي، وكان انضباط مهم ياسر. هذه بتنقاها حتى بلاصه اخرى باستثناء المسارح اليوم، معناتها الناس كانت ملتزمه، الناس التزمت البروتوكول الصحي في فرجه في كذا، كان ثم تباعد، ثم الكمامه، ثم قياس الحراره، هذا كله خلى انه اغلب التظاهرات اللي وقعت بعد الكورونا في الفتره هذيك في الشهر بين اوت وسبتمبر، الحقيقه كانت العروض معناتها في جمهوريه كامله مش كان حتى في صفاقس. نعم. ما عندنا حتى حالة، ما عندنا حتى إشكال، وقعدت لنا حتى مشكلة. وهذاك علاش احنا اليوم قلنا رانا احنا أكثر ناس طبقنا البروتوكول، لأنه بالحق نعرف وش نقوله به. نحب نقول أنه التظاهرة كانت ناجحة بالباهي، خاصة أنه حاولنا أنه نروحوا بين الجانب الفرجة المسرح، وحتى اللقاءات الفكرية كان مهم برشا. عندنا لقاءين فكريين، واحد مع الدين المدني، كانت فرصة كبيرة أنه غازي المدني عنده تقريبا نحس محكا هو فوق 30 سنة ما جاش لصفاقس، كانت فرصة أنه نقوله يكون لقاء مع غازي المدني تقديم الدكتور. كانت فرصة كبيرة جدا للمثقفين والمبدعين أن يحضر قامة مثل قامة الأستاذ غازي المدني، وكان حضوره في مدينة صفاقس أعتقد أنا شخصيا حضور تاريخي.
هو حضور تاريخي هو حتى نفسه هو كان فرحان برسا نعم. خاصة أنه تقديم كان للدكتور خالد الغريبي كان قدمه بطريقة هو نفسه تفاجأ بها وقال له فاجأتني بحاجات اللي أنا ممكن ما كنتش نعرفهم ولا ما كنتش نعرفك اللي أنت تعرفهم. كان تقديم مهم برسا للدكتور اللي حييه بالمناسبة. وكان عندنا ندوة أخرى الكتابة المسرحية نعرفه اللي هي حاجة مهمة برسا واللي هي اليوم فما نوع من الاستسهال في الكتابة حابين نرجعوا خاصة الشباب فما شباب يقبل اليوم على الكتابة. مهم أنك تكون تعمل ورشة على الكتابة ولا تعمل ندوة على الكتابة وتلقى حضور كبير من الشباب اللي يأكد مرة أخرى أنه أحنا محناش قاعدين نلتفتوا للشباب محناش قاعدين نهتموا بالجانب هذا. فما تغييب كبير للثقافة. نعود نقول لك أنه وزير الثقافة لم يحضر مثلا اليوم في القرارات اللي قالتها الحكومة هذه أنه فما ما لا وجود للثقافة في البرنامج السياسي الموجودين الآن وحتى اللي كانوا موجودين قبل. إذا المشروع الثقافي اللي نحكي عليه أنا هو اللي نجم يبني غدوة الجيل اللي نحبوه أحنا اللي نحكيه عليه. في الأخر أنا نرجع ونقول لك راهو هذا كم هذا أحنا عملناه جيل اليوم اللي اليوم اللي يخرق في القانون واللي اليوم ما يعطي حتى أهمية أحنا نسبب فيه لأنه يعني أحنا عملنا خيارات هذية عملنا تلامذة عبيني لم روسهم بالمعلومات وما خلي ما عطينيه وش الثقافة اللازمة. الثقافة اللي يحكي عليها الدكتور الساعة بالحق ثقافة بيجاونا بهالكل بمفهومها الفلسفي نحكي أنا فعلا نعم. ثقافة أدب وفقط ومسرح وموسيقى حتى ثقافة الأكل ثقافة المشي ثقافة النقل هذه كلها ثقافة. هذه علاش اليوم أنت تعمل اليوم رصد العالم تلقى أنه مثلاً الدول اللي نجحت نجاح كبير هي الدول الاسكندنافية مثلاً نعم. اللي ما اعتمدتش الحجر الصحي لكنها عاولت برسا على وعي المواطن. وعلى انضباط مواطن في المنطقة هذيك لأنه بطبعه هو المواطن في المنطقة هذيك مش مواطن انت تجمعات وانت احتكاك وكذا لأنه هم عندهم ثقافة صحية من الأول ما انت حتى قريب عادي يعمل كمامة ويحاول أنه يبتعد على العباد. نعم. من الأوجه الأخرى للثقافة كما ذكرت أستاذ حاتم هناك ثقافة حملات التنظيف وحملات التنظيف قامت بها الأستاذة درة المزغني وخرجت إلى المدارس وخرجت إلى المستشفيات الصغيرة والكبيرة لتقوم بحملات تنظيف مع مجموعة من النشيطين في المجتمع المدني. لو تعطينا فكرة عن هذه التجربة أستاذة درة. أكيد والثقافة قلنا تختلف يعني ليست مثل ما قال سي حاتم هي رسم وموسيقى وعزف لا مثل ما قال سي عبد المجيد هي حتى ثقافة تطبيق القانون. هي أنا شفت أنه التطوع ثقافة. إذا التطوع ثقافة هو أنك مش تتطوع ليس فقط أنه نتطوع يعني أنا مش نساعد سواء كان ماديا أو إذا في الأزمة اللي إحنا وتفاقم الأزمة ما أحوجنا أن إحنا نتطوع حتى يعني بأبسط يعني شيء هو أني أنا شفته الحمد لله يا ربي أني قمت بتعقيم تنظيف مراكز صحية أنه الأطباء يعني امتنعوا أنه يقدموا الأدوية خاصة للفئات العمرية اللي هما في مرض يعني يعانيوا من أمراض مزمنة. فالحمد لله أني كنت يعني مع مجموعة قمنا بتعقيم المراكز الصحية الأطباء قاموا بدورهم في دور المسنين كذلك أعتقد نعم. أكيد نعم. وبعدين في الفترة قبل العودة المدرسية كذلك قمت بتنظيف بعض المدارس وتعرف أنت مدارسنا يعني 6 شهور ولا أكثر يعني مغلقة وثم غياب يعني بعض يعني الوسائل وبعض الأعوان التنظيف. فهي مشاركة مني إيمانا مني أنه التطوع ثقافة وما أحوجنا أن نغرس ثقافة التطوع للأطفال للشباب لأنه أنت كيف مش تشوف تقري يعني تقروا التعاون من أكيد برامجنا هي داخلة بهذه القيم لكن كيف تطبقها وتعطي النموذج يولي الطفل في حاجة إلى نموذج أنه يقلد أبوه جدته أمه المربيته معلمه أنه يطبقه في أنه يقوم بالتطوع أقصى المجالات. إذا هو راه تركيز في ثقافة التطوع أنا هذا شفته وخاصة أنه كيف مش تغرس فيه قيم. إحنا الأزمات باش خليتنا باش تجاوزنا الأزمة في المرحلة الأولى ما بالتطوع المجتمع المدني وبالجمعيات وبتقديم المساعدات وكل إنسان دار على جاره دار على يعني العمد البلديات قاموا بالأنشطة التطوعية هيك المرحلة الأولى تعدينا الأزمة هيك وما عشناش كيما تو الناس يعني الحال سواء كان الوضع المادي ولا الوضع النفسي ولا مختلف عن المرحلة الأولى لأنه غياب العمل التطوعي.
إذا هو هدف مني إني أنا نغرس في صغيراتي وفي الشباب إنه راه التطوع ثقافة يزمنا إحنا نكتسبوها، خاطر فيها قيم نجم بالتطوع تغرس الصغير المحبة التواضع العطاء قيمة العطاء. نعم دكتور عبد المجيد الجمل، بهذا الوعي المواطن التونسي قادر أن يخرج من هذه الأزمة، وخاصة نحن في تونس عدد سكان محدود مقارنة بدول أخرى 11 مليون ساكن، قادر أن يخرج من هذه الأزمة جائحة الكورونا إلى أن يجدوا التلقيح المناسب ولقتل هذه هذا الوباء. نعم إذن هو في الواقع منها التونسي قادر وله القدرة، لأنه التونسي نسبة التعليم في المرتفعة، ولكن باختلاط وسائل الإعلام بكثافة في هذا التوجيه وخاصة في نشر ثقافة جديدة بإمكان أن نخفف كثيرا من الأزمة، لأنه قلت الأزمة اليوم خطيرة وخطيرة جدا. التونسي اليوم معناها نبدأ من روضة من مدرسة، معناها في كل المسائل في الحافلات في القطارات اليوم يجب أن تنتشر ثقافة معناها احترام القانون، ثقافة التباعد، ثقافة الوقاية. ثقافة الوقاية ثقافة مهمة جدا. لماذا احنا اليوم معناها نبعث بأنفسنا إلى التهلكة إلى الموت؟ اليوم في كل مكان يجب أن ننشر ذلك، يجب أن يكون المعلم مثالا، يجب أن يكون الأستاذ مثالا، يجب أن يكون القاضي المحامي مثالا، كلها إذا بهذه الطريقة يمكن قلت اليوم أن ننشر ثقافة جديدة، ثقافة مقاومة كورونا. الثقافة لها مجالات واسعة، وبالفعل أنا أساند معناها الزملاء في الميدان الثقافي اليوم ليست بإغلاق دور الثقافة بل بالذهاب وتطبيق القانون. نذهب إلى دور الثقافة لكن نطبق الحجر والابتعاد، وننشر لدى الناس يعني الفرح، ننشر لديهم يعني الابتعاد عن الضغط إلى آخره. في بعض الأحيان اليوم أنا نشوف بعض الطلبة يقولوا لي إحنا فدينا من ذاك المحنس خيار، قلت لهم لم يكن معناها يجب أن تقاوموا كورونا عن طريق الالتزام، عن طريق ثقافة الالتزام. دونك هذه أشياء مهمة مهمة جدا. التونسي قادر أن يخفف من الأزمة، لأن الأزمة قلت اليوم لا يجب الاستهانة بها، أزمة خطيرة وقاعدة تنتشر بشكل سريع، وما نخشاه اليوم أنه تنتشر في المدارس وفي المعاهد والكليات، وهذا خطير وخطير جدا، ولا نتمنى أن نصل إلى هذه الوضعية. وبالتالي يجب أيضا ثقافة التعاون بالفعل، من هذه الذكرات الزميلة مهم جدا، يعني العمل التطوعي، العمل التطوعي لماذا تتكون في كل جامعة في كل كذا مجموعات تقوم في الدولة ما قامتش ما عندهاش إمكانيات، يجب أن نقوم دور الرئيس، يجب أن نقوم دورنا ونقوم بالعمل التطوعي من أجل الحد من ذلك. يعني اليوم سواء معناها نشر ثقافة التطوع، قلت ثقافة الالتزام بالقانون، ثقافة الحجر إلى آخره، ولكن يجب أيضا أن نساهم أيضا في التعقيم إلى آخره بكل وسائل. اليوم المواطن يشرب في النهار 5000 قهوي كيف يدفع دينار للمدرسة متاعه ولا للكلية متاعه باش يساهم في التعقيم؟ ما فيهاش مشكل. دونك اليوم قلت هناك وسائل عديدة، والتونسي اليوم بانخراط وسائل الإعلام في هذا المجال، واليوم أشكر إذاعة ثقافية على هذا الدور الرائد والمهم في هذا المجال بانخراطهم وتركيزهم ونزولهم للشارع ونشرهم للثقافة الجديدة لمقاومة كورونا، فإن ذلك لن يكون لن يؤدي إلا إلى الحد من الخطورة وإلى نجاح تونس، وإن شاء الله بالطريقة هذيك نحمي تونس ونخفض من عدد الموتى ومن عدد المصابين بالوباء. نعم، سؤال أخير حاتم الحشيشة، تعطيل العمل الثقافي والأنشطة الثقافية كيف تراه وأنت المثقف المبدع؟ تعرف جيدا أن المثقف لابد أن يتنفس، لابد أن يعيش الحرية، لابد أن يبدع، لابد أن يقف على الركح، لابد أن يرسم، ماذا تقول؟ وفي الحقيقة فما جانب مهم برشا يلزمناش نغافل عليه، أنه مع عديد المتفرغين خاصة للفن والثقافة يسترسقوا من الميدان هذا، وهذا حاجة رائعة، وهذا مقصوده شخصيا. نعم، لأنه ما نخبيش عليك فما بعض الأسماء كبيرة برشا، وفما ناس اللي بقولوا احنا عندها كرامتها من شهر مارس تقريبا أو فيه ما دخلوا حتى فرنك في غياب العروض في غياب الأنشطة،
لأنه للأسف برشا مثقفين وبرشا فنانين اليوم وقع تهميشهم لأنه نتيجة سياسات سابقة ونتيجة برشا حاجات. فنلقاو اليوم الناس هذوما إذا كان ما يعملش عرض مسرحي ولا ما يعملش عرض موسيقي ولا ما يعملش متظاهرة ما يلقى منين يعيش، ما يلقى بشي كيدار، ما يلقى حد شيء. إذا بالحق صحيح الفزع. نعرفوا الدولة غير قادرة باش تتكفل، لأنه ما نجموش نحملوا كل شيء الدولة، لأنه بالحق عندها إن شاء الله ربي يعاون الناس الكل. أما ما فيها بأس أنه نحطوا ننظروا بعين أخرى، نحاولوا أنه نحكيوا مع بعضنا، نلقاو طرق للعروض كما لقينا طرق لبرشا حاجات قاعدة محلولة اليوم. معناتها يا إما نمشيوا في التفكير التام للناس الكل والدولة تتحمل مسؤولية في التعويض للعباد وهذا غير ممكن، أو أنك تحاول أن كل ميدان ما تعطلوش ما تعرقلوش، ونحاولوا مع بعضنا كيفاش نلقاو حلول. بس كما قلت لك الساعة معناتها مصر عندها مهرجان زونة، عندها مهرجان شرم الشيخ حاليا ماشي فتح مسرح الشباب، ما ألغاوش مهرجاناتهم. احنا زاد لفتة بالحق انا نقول لك لهنا راه فما ناس باش توصل للمرحلة خطيرة ياسر. نعم وصلت الفكرة استاذ حاتم الحشيشة. كلمة اخيرة في جملة استاذ درة لانه الوقت انتهى تقريبا. شكرا اخي فيصل على تشجيعك للثقافة وعلى شكرا لكل اذاعة صوت الثقافية. نحب نقول فقط ومنع الحفلات والأنشطة الثقافية سيؤثر سلبا على واقعنا وعلى صحتنا الثقافية. يعني كل ما مطلوب هو الالتزام بالبروتوكول الصحي ومع مواصلة الأنشطة وتشجيع كلنا بداخله موهبة. هكذا كانت هذه الحلقة من اللقاء واللقاءات. شكرا للدكتور عبد المجيد أجمل رئيس قسم التاريخ بكلية الأداب بصفاقس. شكرا حاتم الحشيشة مدير مركز فنون درامية بصفاقس المخرج والمؤلف المسرحي. كذلك شكرا للأستاذة درة المصغني. مع تحيات الفريق العامل معنا سلوى الحشيشة في الهندسة والإخراج الإذاعي. كان معكم فيصل الجاسمي. ألتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء. كبرت والله كبرت الأيام رحلت بيا، عاندتها غامرت وتعبت وتعبت موش شوية، عاندتها غامرت وتعبت موش شوية. ما زلت ناري حيا، ما زلت ناري حيا وما كبرت. مازلت يا ليام من رحلتك نتعلم، ما زال عندي غرام ما زلت مش مسلم. مازلت يا ليام من رحلتك نتعلم، ما زال عندي غرام ما زلت مش مسلم. يا عمري بيك رضيت كن كيف ما حبيت، ما نقول فيك عييت مهما صعبت عليا. لو يوم فيها حرت راهي جنات عليا. يا ليام ما زلت يا ليام مش عاملك بحسابي، ما زلت ناري حيا، ما زلت ناري حيا وما كبرت. ما زلت ما حسيت بالعمر راح وعدى، ما زلت كيف بديت لشكيت طول المدة.
ما زلت ما حسيت بالعمر راح وعدى، ما زلت كيف بديت لشكيت طول المدة، ما زال عندي جناح ليك اللي لا يرتاح، لنقول وقت راح للدهر أثر فيا، وكبرت ولا صغرت الأيام هي هي، كبرت والله كبرت الأيام رحلت بيا، كبرت والله كبرت الأيام رحلت بيا، عاندتها غامرت وتعبت وتعبت موش شوية، عاندتها غامرت وتعبت موش شوية. زلت يا ليام مش عاملك بحسابي، ما زلت ناري حيا، ما زلت ناري حيا وما كبرت. لقاء ولقاءات، لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع. لقاء ولقاءات، إعداد وتقديم فيصل الجسمي.